إذن هذا الأكسس هو سرعة الرياح. الإلكتريكال أوتبوت باور. حكينا مثلا بحالة هي مثلا هون 2 ميجا وات. 1 ميجا وات. خلينا نفترض هون أسيوم قديش كانت الريتد سبيد عندنا؟ 12 متر بالثانية. المثال الأول. في نفترض انه الريتد سبيد لهذا الويند تيرباين 2 ميجا وات. بالبدايه سرعه الرياح منخفضه جدا، اللي سالوا زميلكم قبل شوي السؤال ما راح يلف اصلا الويند تيرباين. فانا في المبدا هون بسرعات منخفضه جدا 1 و2 و3 لحد في سرعه كريتيكال، عند هاي السرعه بيبدا يلف الويند تيرباين. هذه بنسميها كاتن سبيد 5 6 7 بهذه الحدود حسب التيرباين. عند هاي النقطة بده يزيد الاوتبوت باور. هلا هون بدي اسألكم سؤال من اللي شفناه قبل شوي. لاحظوا الباور عم بتزيد مع سرعة الرياح. هل بتزيد بشكل خطي؟ اكسبوننشال. اكسبوننشال. ايش بدها تزيد؟ ايش علاقتها مع سرعة الرياح؟ الباور. تكعيب. ممتاز. من وين جبنا هذا القانون؟ هاي بتضلها تزيد. امتى بتوصل الريتد؟ هاي الريتد. ايش لازم تكون هاي السرعة هون؟ 12 ممتاز اللي هي الفي ريتد. فمن تعريف الفي ريتد، الفي ريتد هي سرعة الرياح اللي عندها ال اي في ريتد از ذا ويند سبيد ات ويتش هذا مثال. مثلا احنا خلينا نفترض هون انه V 90 ميجا وات. الريتد سبيد تبعته 12 متر بالثانية. فلما سرعة الرياح وصلت 12 متر بالثانية هو كان يولد اوتبوت الكتريكال باور 2 ميجا وات. شو اعمل بعد السرعة هاي؟ شو المشكلة الآن اللي أنا بواجهها؟ نثبت سرعة الرياح. بقدر أنا أثبت سرعة الرياح؟ لا. شو لازم اعمل؟ دوران. ممتاز. اذا انا عندي البليدز هلا بده يلفوا على سرعه معينه وظلت تزيد هاي السرعه اللي هم بلفوا عليها. عند سرعه معينه للبليدز وسرعه معينه للرياح انا انتجت 2 ميجا وات. هل بقدر اولد اكثر من 2 ميجا وات؟ لا. لا، السيستم مش مهيئ انه يولد اكثر من 2 ميجا وات. هو صمم بحيث انه يقدر يولد الماكسيمم. الترانسفورمر تبعه والسيستم تبعه والجنريتر تبعه ما بتحمل اكثر من 2 ميجا وات. بس انا الرياح ما بقدر اجبر الرياح انه سرعتها ما تزيد. شو مضطر اعمل؟ نغير البيتش انجل. بنغير البيتش انجل. اذا البيتش انجل اللي هي تبعت البليدز، هلا البيتش انجل رح نشوفها بعدين بتفصيل اكثر، بس انا بتذكر انه عندي 3 بليدز. البليد في البدايه بتكون زاويتها بالنسبه للرياح صفر. هاي بتكون اقوى شيء بالضبط. صح. هلا مش 90، في لها زاويه معينه عندها بصير في شيء اسمه فيذرنج. شو يعني فيذرنج؟ فيذر معناها ريشه. فهاي البليد لما بلفها لزاويه معينه بتوصل حوالين ال 45 47 بتصير الرياح تضرب فيها وما تاثر عليها، لا تدفشها هيك ولا تدفشها هيك، كانها ريشه في مهب الريح، كانها ما لها اثر. بنسمي الظاهره هاي بنسميها فيذرنج. فبضل احرك الزاويه تبعت البليد لحد ما توصل شيء ما ياثرش على الرياح، بس في البدايه ببدا بساوي صغيره. فهون عندي راح احطها بالاخضر
راح احط انه بيتش انجل خلال الفتره هاي بيتش انجل اوف بليدز. طبعا هدول ثلاثه بليدز ما بصير احرك بليد لبيتش انجل مختلف عن الثنتين الثانيه بتحركوا السيستم كله مع بعض. راح افرجيكم فيديو من شركه بتصنع سيستم البليدز. نعم شو ما اصلا كبل مع بعض بجير ممكن وممكن كل واحدة لها محرك. هاي البيتش انجل، البيتش انجل بالفترة هاي كلها زيرو، لأنه أنا هون بدي أستفيد من الرياح. لكن هون إحنا وصلنا عند النقطة هاي ما بدي تزيد. أنا بدي الباور تضل الآن كونستنت. حتى الباور تضلها كونستنت من هون وسرعة الدوران البليد تضلها كونستنت. مثلا هون فرضا 1 ديجري 3 ديجريز 20 ديجريز انا عمالي الرياح عم تضرب بالهاد. انا ما بدي سرعه الدوران تزيد فبصير اغير في البيتش انجل. وطبعا في كلوز لوب كنترول سيستم اخذته كنترول اللي اخذ منكم كنترول كلوز لوب كنترول سيستم بتطلع على الاوتبوت باور بتطلع على سرعه الدوران وبصير اغير البيتش انجل بحيث يحافظ على كونستنت سبيد وكونستنت باور. انا لسه مبسوط هون مستفيد مش مستفيد الرياح زادت سرعتها بس انا استطعت انه احافظ على كونستنت اوتبوت واستفيد من هون لحد ما اوصل في كريتيكال سبيد. عندي الكريتيكال سبيد هاي بنسميها كات اوت سبيد هاي كات ان سبيد هاي كات اوت سبيد. عند النقطه هاي صار في خطر على التيرباين حتى احمي التيرباين بوقف بحط الهاي على الفيذرنج فهون الانجل تبعت البيتش انجل بتصير ثيتا بيتش الفيذرنج يعني كانها ما بتتاثر الرياح بتضرب عليها لا بتفشها كلوك وايز ولا بتفشها كاونتر كلوك وايز بنسميها فيذرنج. وممكن في حالات معينه ايش اعمل كمان بسكر ميكانيكال بريك بثبت هذا مكانه لانه هون في المنطقه هاي بروتكشن بروتكتنج يعني لازم هون نعمل خلص ستور تو بروتكت ذا ستراكشر. ما بدي اياه يتكسر ولا سرعه الرياح راح تزيده راح تبدا تزيد سرعته راح ينكسر بالاخر. هاي اسمها الكات اوت سبيد تقريبا بتتفاوت من تيربان لتيربان بس ممكن مثلا مثال عليها تكون فرضا 23 متر بالثانية. لاحظوا في الحالة هون كانت هاي 12 متر بالثانية ممكن تكون أكثر مثلا أو أقل حسب تصميم التيربان. إذا عندي المنطق والمنطق هاي هون فيش فيها شيء هون الباور قديش؟ الباور هون زيرو. هون على فكرة بكون يشتغل كمحرك كموتور. الجنريتر بكون يشتغل كموتور وبس بلف على الفاضي بلف بشوفه بلف بس هو ما عم بولد هو موتور هون بيشتغل كموتور هون بيبدا يشتغل كجنريتر وهون في جنريتر. هذا اسمه الباور كيرف. بعدين اذا بدي ارد اشغل في عندي شيء اسمه ري كات ان سبيد لازم احيانا تنزل سرعه الرياح اقل من السرعه الاصليه يعني اذا وصلت 23 ما بشغلها استناها لتنزل مثلا ل 22 او 21 هاي مرات بكون اسمها ري كات ان سبيد. فبتكون طبعا هاي اقل من الكات اوت سبيد. يعني شو بصير؟ زادت سرعه الرياح وصلت 20 شغال 22 شغال 23 شغال صارت 23 1 بالعشرة طفى السيستم رجعت ل 23 ما بشغل رجعت ل 22 ونص ما بشغل رجعت ل 22 بشغل. هاي اسمها ري كات ان سبيد اقل من الكات اوت سبيد وهي مثلا ممكن تكون مثلا مساويه فرضا ل 22 مثلا متر بير سكند تكون اقل من الكات اوت سبيد. هذا هو الباور كيرف اوف ويند تيربان. تمام في
اسئله عليه؟